حريق مسرح الجيزويت، وزير الثقافة توافق على المساهمة في إعادة البناء. مسرح الجيزويت ده في القاهرة بالقرب من رمسيس في الفجالة. وتفكرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مسرح استوديو ناسيبيان، هو كان اللي هو استوديو ناسيبيان ده اللي أنشئ في 1930، يعني في الثلاثينات القرن ال19. والزيارة دي تمت بعد أن تعرض مسرح الجيزويت القاهرة لحريق مدمر أتى عليه بالكامل. وفي بداية حديثي قال الأب ويليام سيدهم رئيس جمعية النهضة الثقافية العلمية جيزويت القاهرة أن وجود وزير الثقافة لتفقد حريق المسرح برهانًا على وقوف الدولة بجانب الفنون في مصر بعد فجعة حريق المصنع. طبعًا المسرح مرفق بمدرسة أو في مدرسة وفي استوديو طبعًا، وهنشوف دلوقتي في إيه كمان، في عدة أنشطة مختلفة هنشوفها في الموقع الإلكتروني للمسرح أو مسرح الجيزويت. هنا الوزيرة قالت ستفتتح وزارة الثقافة جميع مسارحها وأماكنها لأي نشاط تقدمه الجمعية، اللي هي جمعية النهضة العلمية الثقافية، سواء في القاهرة أو أي محافظة، حتى لا يتوقف أي نشاط للجمعية تم الاتفاق عليه من قبل. وتوقعت أنه يتم اقتراح توقيع بروتوكول مع صندوق التنمية الثقافية حتى يتم التعاون من أجل منح الجمعية جزء من المعدات الفنية التي فقدت خلال الحريق ودعم إنشاء المسرح المحترق بمبلغ سوف يتفق عليه فيما بعد. دي كلها صور من المسرح، ولو احنا شفنا الموقع الإلكتروني أهو، ده الموقع الإلكتروني الجزويت jesuiteeg.com اللي هم الآباء اليسوعيين. وطبعا ابتدت جمعية النهضة العلمية والثقافة بالفج مركز الثقافي للجيزويت القاهرة سنة 1998 على يد الآباء والإخوة اليسوعيين الجيزويت وعدد المصريين المهتمين بالقضايا الفنية والثقافية والأكاديمية. وأكاديمية النهضة للفنون والآداب تضم عدة مدارس، وهي مدرسة السينما، مدرسة الرسوم المتحركة، مدرسة النهضة للفنون، المسرح الاجتماعي، ومدرسة العلوم الإنسانية، بالإضافة إلى عدة أنشطة هنشوفها دلوقتي. دي الأنشطة أهي، مدرسة ناس للمسرح الاجتماعي، ومدرسة الرسوم المتحركة، ونادي جيزويت للسينما، وأكاديمية النهضة للفنون والآداب، الخيال الشعبي، الاستوديو، مدرسة السينما، مجلة الفيلم، ومدرسة السينما والاستوديو والخيال الشعبي احنا قلناهم، وكمان مهرجان الجزويت الفيلم، ونادي الكتاب الطفل، والورشة الحرة، والمعرض الأول، ومسرح نصبيان، والصالون. كل الأنشطة ديت موجودة على موقع jesuit.com. أنا هحط لكم الموقع دوت في الفيديو، تقدر تخش عليه، تقدر تدعموا الحريق دوت عشان يعني إعادة الإعمار المسرح أو إعادة بنائه. وهنشوف دلوقتي برضو هنشوف في الفيديوهات ديت اللي جاية الحريق فعلا عامل ازاي. الحريق كان مش سهل، حريق ضخم. حريق هائل في المسرح، مسرح جمعية النهضة العلمية بميدان رمسيس. كمان لو شوفنا فيديوهات تانية، لو رجعنا ورا شوية كده أهو، كل الفيديوهات دي بتتكلم على حريق هائل بمسرح الجيزويت.
ربنا يسترها على مصر واقتصاد مصر والمصريين، ويكون وطبعا الفنون والسينما والقصة، لأن هو ده مسرح واستوديو ومدرسة فنية زي ما شفنا. شكرا لاستماعكم، أتمنى إنك تشترك في القناة لو أنت مش مشترك، وادعم القناة بلايك واكتب تعليق يشجعنا على الاستمرار.